السلام عليكم يا أحلى متابعين في العالم، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير يا رب ودايما بخير. الليلة ما شاء الله واخداكم جولة جميلة كده تحت الغيوم. الليلة الجو جميل جدا جدا عندنا في كندا، ما في شمس، روعة، الجو رهيب، أحلى من السخانة والله. كده ما اخداكم شوبين تستمتعوا معي. ما تنسوا يا جماعة تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، والله بقت اللايكات ما في، ليه بتتبخلوا لي يا جماعة باللايكات؟ يعني اللي بيعمل الخير ربنا إن شاء الله بيجازيه مليون خير، يعني اللايك ده ما بيكلفكم حاجة عشان يرفع لي الفيديو عشان نقفل الألف مشترك في القناة بوجودكم انتوا إن شاء الله. وهنا شايفين الموية الجميلة دي، شايفين الموية الجميلة دي، يا سلام على المنظر الحلو. خلاص الصيف انتهى، احنا في اكتوبر فرس الليلة ما شاء الله. يجعلوا علينا الشهر سعيد يا رب العالمين وعظيم على المسلمين كلهم. يديكم ان شاء الله الصحة والعافية ويحقق امانيكم يا رب. وهنا زي ما شايفين دخلنا الاستور، اشتريت شوية حاجات حبيت اوريكم. الزيوت بتاعت الشعر هنا، البترينة ما شاء الله فيها كل الحاجات، فيها الكريمات والأرياح وكل حاجة ما شاء الله، وحاجات الميك اب والجولري، حاجات روعة. وهنا العفش زي ما شايفين، هسه بتشوفوا اشتريت لي فناجيل جميلة من المحل ده، عن الحلل دي ما شاء الله للمناسبات حلوة. وهنا ده في بولا بارك، البنات دخلوا اشتروا لهم شوية حاجات، عندهم برضو تخفيضات، باي وان قد ادر وان فور $10. وهنا باي وان جت ذا اذر وان فور $5. شفتوا الجمال ما شاء الله، ملابس الشتوية خلاص نزلت،